قال: باب المسح على الخفين وشرطه والمسح على العمامة. قال: عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عن ذلك عمر فقال: نعم، إذا حدثك سعد شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. عبد الله كرو عمر دفر مسادي كرو أبي وقاص لبيغمبر دجرته عليه الصلاة والسلام كبيغمبر مسحي لسر خفكان دكر خفين، يعني هردو خف خف ديار اشتكى چرما وکو گوروی وای له سر شکل گوروی بلام چرما له پی دکره د توانی پی بروی کاته ک د زنوی جو له پی دکردبن دوای د زنوی تشکا وست د زنوی بگریتاوا گیشت یشورینی قاچکانت خوفکه دانانید یا گوروی له پی گوروی ک دانانید بس هی بسر دادکی بسر پشتا گوروی ک دیا پشتا خوفکه ده. عبد الله کور عمر هات پرسیاری له باو چی کرتی ای باو ک سادی کور بی وقاص تیچ والا پیغمبر د جیرتاوا عمر رضي الله عنه قولي لبيبا عبد الله كوري وترولا كشتيك لسعد بيست سعد شتيكي ودنا كي برسيار لكسي تركي سعد بيابي كي رازقويا تواو يكسر بلي بلي أما بلغي لسر كي بلغي لسر آسان كاريك لدين دا كتشيه مرجنية توبو همو دزنوجة قاتل بشوي كدزنوجة تلقرتو قوري ويد لبيكر ياخد خفد لبيكر دواتر دويست دزنوجة هلقر يوبو تي يكسر مسحي لسر بكي پیغمبر خوا وای کردو علیه الصلاة والسلام و هیچ پیوژنا کا دایب کنی جهند کس دله کاک ما دبه بفر باری به زور سرما به اوی گرم نبه نازانم چی چی وانی والله والله بچلی هاوین گورو یک داننی مسحی بسر داب کی دروستا همه شرع خوا و سنت پیغمبر خوا علیه الصلاة والسلام هر کاتک گوروید لپی لسر د زنیور لبرت کردو بو ته شو روجک مسحی لسر کی کلمالی کله سفر شی سر شو سر روش مش أسانكاري كاكا ما جعل عليكم في الدين من حرج لدين دا أسانكاري زور هيو قرسينية تو بودي لخلشي قرس دكي وادا زاني تقوى داري أويك دينك لخسر خلق قرسكي وانية